النتيجة هي 23 بينصحوك انك تجربي على الاقل علاقة مع رجل، 2 لا. انت شو بتقولي ل 23؟ علاقة؟ انا اصلا مجوزة وتركة. انت مجوزة تركة؟ ايه. جوزتي رجل؟ نعم، 4 أيام 5 أيام وتركنا بعضنا. 4 أيام تزوجتي رجل وطلقته؟ صح. 4 أيام مش طلاق، عرس في صار. لحظة، عرس؟ خطيفة. ولبستي فستان عروس؟ لا لا، خطيفة. ايه؟ ليه الطلاق صار بعد 4 أيام؟ تجوزت وأهلي وعمتي وعماتي وقريبيني تجوزت، بس 4 أيام رجعت عند بيت أهلي. قولي لي أول ليلة كيف كانت؟ كل واحد على الكنبية. هو حاول يتصل فيكي؟ أكيد. شو قلتي له؟ ما قبلت، رديته. ما قبلتي، شو قلتي له؟ رديته. أنا بس كرمال حكي قريبين وما قريبين وعماتي وما عماتي. 4 أيام أنا حيت لني صار لي 11 سنة، منفصلة 12 سنة. صرحتي جوزك إنك لزبيان؟ لا ما صرحته من أول. تاني ليلة شو صار؟ ولا شي، رجعت عند بيت أهلي. تاني ليلة رجعتي، رابع يوم صار بينه وبين بعضنا، طلعنا على المطرانية حتى نطلق. تم الطلاق بسهولة؟ لا. قد ايه اخذ وقت؟ ولا حيت هلا بعد ما طلقت. لليوم بعدك غير على ذمة رجل؟ كنسيا. ايه، لانه بعد ما ثبتني بالدوائر. يعني انت زوجة؟ كنسيا. مدام شو انت؟ مدام كوزوف، بعد هويتي عزبة، كنسيا بس بالكنيسة بس. بس ليه تزوجتي؟ كرمال ضغط العيلة والمجتمع؟ امي وبي وعماتي وأهلية أمي وأهلية بي بوقتها. مين اللي مش عم يطلق، الكنيسة ولا هو؟ لأنه كل شيء مال، مادة. كنسياً وضعك هل بيدعم فكرة الطلاق؟ يعني هل ممكن فكرة؟ ما فيش فوت كتير بهالكل الأرض. ما فيك تفوت. نعم. لهون بتصير كتير كبير القصة، تتكبر. خليني المعلومة اليوم على الهواء مباشرة عم بتقوليها، بيقدر يستخدمها زوجك ضدك أو معك؟ قصد كلمة الطلاق، هو يصير في طلاق وما حدا قده. بتشوفيه؟ صار لي شي 10 سنين ما بعرف شي عنه. قد ايه كان عمرك؟ 12 سنة. لما تزوجتي قد ايه كان عمرك؟ 13 سنة بالضبط. بس بقى خبرك. بس بقى ما كنت كنت عم تتحرشي بالمعلمة. اوكي، كنت ب 2006، ما كرمال اهلي وما اهلي. لحظة ليندا، خليكي معي لأنه رح افقد عقلاتي. رح ضيع وشخشبتيني. كان عمري 12 سنة تزوجتي؟ 13 سنة بالضبط. مين جوزك قاصر؟ ركزي معي، فلوس؟ لا 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 لا. فعولون؟ لا 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 لا. ما كان جيزي القاصر انه فوق 18 بده بي هو كان يمضي، وبي مضي. الله يرحمه، وين كان عقله؟ ما في اصلا. كان في صفقة يمكن معينة؟ بالعكس، الصفقة ما كانت لمعيلتنا. لا، مين كان؟ لمعيلته هو. طب لحظة معي، لكن ما خص انت مثليتك الجنسية وانك لازبين، ما خص عمرك 13 سنة وقتها. هيدي ب 13 سنة، هيدي 13 سنة بس كرمت عائلتي وعماتي ومعماتي واهليتي. ليندا، أول ليلة يلي بنسميها ليلة الدخلة، يعني أول ليلة كل واحد كان عمرك 13؟ ايه كان. خلصيني اياه. ليندا، عندي 3 أسئلة لإلك. السؤال الأول، بعض الأهل عندهم رهاب من المثلية، إذا في أهل عندهم بنت بعمرك لما كنتي مراهقة 12 أو 13 وعندهم شكوك وعلامات استفهام من سلوك بنتهم وطباعها، يمكن تكون هالبنت لازبيان بالمستقبل، أو مثل ما الأهل بيقولوا يمكن تشز، لأنه في بعض الناس كمان بيستعملوا هالمصطلح الشذوذ. شو بتقولي لهالأهل كيف يتقبلوا بنتهم وشو يتصرفوا مع بنتهم؟ يتفهموها كيف ما كانت، يتفهموا وضعها، يتفهموا انه هي هيك،